قبل ما نتكلم أكتر عن الستايلز المختلفة للديسيجن ميكينج ونخش أكتر ونغوص أكتر في التفاصيل، تعالوا نعرف الأول هو إيه هو الديسيجن ميكينج في المقام الأول. خلينا نتفق إن ظهرت تعريفات كتير لكلمة ديسيجن ميكينج واختلفت من باحث لآخر من سنين كتير جداً، ولكن لو بصينا ودققنا في التعريفات المختلفة هنلاقي إن في حاجة مشتركة. فأغلب التعريفات اللي اتعرضت المشترك بينها إن الديسيجن ميكينج هو ببساطة مش صفة في شخصية الإنسان نفسها، ولكنه نمط أو طريقة تصرف أو عادة الإنسان بيكتسبها نتيجة لتجارب سابقة عنده. فمثلاً هو اتعود إن لما بيحصل حاجة معينة بيتصرف بشكل معين. البعض الآخر أكد على ربط اتخاذ القرار في تعريفهم بالكوجنيتيف ستايلز، أي الأنماط المعرفية، زي الباحثين المذكور اسمهم، وده من سنة 89، وده لأن على حد قولهم بيعتمد على إزاي الناس بتحلل المعلومات في البيئة المحيطة، وهي بمنتهى البساطة الطريقة أو الستايل اللي الشخص بيها بيجمع المعلومات اللي هو محتاجها، بيحللها ويعمل لها بروسيسنج ويطلع منها بقرار. طب ازاي ده برضو ريليتد بالديسيجن ميكينج؟ تعالوا ناخد مثال بسيط. الموضوع ببساطة ان مش كلنا لما بنيجي نحاول نوصل لقرار بنفكر بنفس الطريقة، زي ما مش كلنا بنعمل بحث بنفس الطريقة. ففي ناس بتاخد الوقت الأكبر في إنها تقعد تجمع معلومات، وفي ناس بتركز إنها تحط عناوين عريضة وبعدين تخش في التفاصيل، ففي ناس هتاخد الوقت الأكبر في تجميع الداتا، وفي ناس هتركز أكتر في نوعية الانفورميشن أو الداتا اللي بتجمعها وإيه علاقتها بالموضوع، وفي ناس مش هتركز في إنها تخش انديب قوي كده وهتفكر بطريقة تانية. وهو ده بالظبط العلاقة بين الكوجنيتيف ستايل وبين الديسيجن ميكينج. ومن هنا نقدر نقول إن الكوجنيتيف ستايل بينقسم لنوعين رئيسيين: راشنال ستايل و انتويتيف ستايل. الفرق بينهم بيختصر في كلمتين مفيش غيرهم. الراشنال بيخش انديب اكتر، بيخش انديتيل اكتر وبياخد الوقت الاكبر في عملية البحث وتجميع الداتا، اما النوع التاني فبياخدها من غير كالكوليشنز وحسابات كتير، بياخد القرار باحساسه.